من نمو مضطرب وارتجاح التام لتطابق الرؤى بين قائدينا بشأن القضايا الإقليمية والمعالي. أخي العزيز، تجتمع لجنتنا الكبرى اليوم في دورة جديدة عملا بتعليمات قائدي البلدين السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. خلال الزيارة التي أداها إلى الجزائر في ديسمبر من السنة الفارطة، حرصا منهما على الارتقاء بعلاقاتنا إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة خدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا إلى المزيد من التعاون والتضامن والتكامل. وقد عرفت علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين بلدينا الشقيقين في السنين القليلة الماضية تطورا لافتا في مجالات عدة، وزادها فتح معبر حدود مشترك في أوت 18 توسعا وتنوعا، حيث أن هذا الممر البري الجديد أصبح جسرا للتواصل الإنساني والثقافي بين سكان المناطق الحدودية. وهذا المكسب الكبير في علاقتنا تبعه إنجازان آخران هما اللجنة الثنائية الحدودية التي تعنى بالتعاون في ميادين تنمية المناطق الحدودية والتنسيق الأمني لمحاربة مختلف الجرائم العابرة للحدود، واستكمال بناء المركزين الحدوديين وما يوفران من تسهيلات في حركة الأفراد والبضائع. أما مشروع الطريق البري تندوف الزويرات الذي طالما انتظره البلدان، والذي اتفق الرئيسان السيد عبد المجيد تبون وأخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على إنجازه، فسيكتسي بحق طابعا استراتيجيا ينتقل بالشراكة بين البلدين إلى مستوى من الاندماج والتكامل طالما انتظره الشعبان الشقيقان.